أصعب إحساس في الدنيا أن أم تفقد الإبن ديالها. أنا بدي ديرة تصوير تعال نهدر معه، بس كو هذا الأخ تاعي وهذا الأب تاعي، ما عنديش الأم ما عنديش الوالدي، كان حنينة لي بزاف. هذاك الإبن اللي كان بمثابة كل شيء في دنيتها، كان إنسان زعما ما شاء الله، أنا عدته الأب والأخ وديرته قاع زعما قاع الحاجة اللي تساعدني فيه نتناقش أنا وياه، يقول لي شكاين ما شماكاش. حكاية اختفاء شاب في ظروف غامضة بعد ما خرج مع أصدقائه من هذيك الليلة ما بان عليه حتى خبر. قال لي ما راني مع أصحابي في سلامان، قال لي ما وجدي لي عشاني جاي نتعشى عادي. قارعت لبني بعد ميولات الحدا عش عيت له الوحدة في التليفون ثلاثة تاع الصباح ما كاش. هيا من تما صاي قطعت خباره إلى يومنا هذا. العديد من التفاصيل والحقائق راح تحكيها لنا الأم ديالو اللي جاتنا لبرنامج شوفوا حكايتي وحبت تفرغ لنا قلبها. انت راكي مستبعده الفكره تاع الحرقه؟ ما كاش منها. ولدي مخطوف على حالتي اختطاف، راني نقول فيها المره الاولى والثانيه وحتى الاخر. معليش مضم، شنو هي الحاجه اللي خلاتك تقولي انه راهو في اختطاف؟ ماك حتى دليل يثبت ان وليدك راهو مختطف ولا كان مختطف ولا اختطفوه؟ مادة نكوته، مادة باسبور، مادة البيرمي تاعو، ماداش كاع رخص السياقه، مادة والو، مع حاجه ماداهاش. ما بغاوش يقولوا لي الطفل هذا اللي راح معاه عنده نظرات مختلفه، وكل مره وكيفاش يهدر، كل مره وكيفاش. انا يجيبوا لي الابن تاعي باي طريقه، يوروا لي الابن تاعي ان كان حي. انا متقبله رضا الله وقدره، بصح باش يغدروا ولا داروا له هذه الحاجه ومانيش عارف. انا ما بانش هذا، ما بانش كاع. كل هذا وداك راح تشوفوه في عدد يوم الاحد. كونوا في الموعد.